السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف أداة استشغال جوه الريفت عبارة عن أوتو جوين جيومتري. عندنا شكل زي دوت، هو بقى بيبدأ يعمل الجوين بين مثلا الأعمدة والكاميرات والفلور وهكذا زي ما أنت عايز. وطبعا احنا بتواجهنا مشكلة إن بيبقى فيه كاميرتين متداخلتين مع بعض أو مع عمود، فبيبقى فيه الحساب دبل كيت، هو بيحل المشكلة دي. تعال نشوف الموضوع بيتم ازاي. اهوت خلينا نسرع الفيديو. بيقولك ان هو هيبدا يدي كونكريت فلور، عامل فلتر للالوان، تمام، كل واحده فيهم بلون. في ادنس موجوده اسمها جوين كاتيجوري، بيبدا يحدد القاعده مثلا الاستراكشر كولوم مثلا مع الفلور وهكذا، الفريمينج مع بعض استراكشر فلور، تمام. الكاميرا دي مع الكاميرا دي لما بيحصل فيه تداخل بيبدا هو يطرح واحده فيهم من الثانيه زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. هو بيسافر القاعده بحيث ايه ما يعملهاش في كل مشروع. دي الاعدادات، يقدر يحمل القواعد من اي مكان لاي مشروع. اوتو جوين هيبدا يعمل جوين. ويبدأ يعكسهم مع بعض، يعني هيطرح ايه من ايه؟ هل يطرح الفلور من الكاميرات ولا الكاميرات من الفلور؟ ده الحصر اهوت. بص بعمل ايه؟ لو عملنا ده هنا هتلاقي ان هو بدأ يطرح الحاجات ديت من ديت بحيث تطلع معايا بالشكل ده، تمام؟ ما يبقاش فيه دبل كيت. فاعتبر دي من افضل الادوات اللي شفتها في موضوع الجوين.